بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أهلا وسهلا بكم متابعين القناة الكرام، معكم مصطفى بشير. النهاردة أحبائي في الله معنا موضوع جديد من مواضيع المصالح الحكومية أو الأخبار التي تخص جميع المصالح الحكومية. موضوعنا النهاردة أحبائي في الله بيتكلم على القرارات اللي هي اتخذتها الحكومة للتعايش مع فيروس كورونا، وسيتم تطبيقها إن شاء الله من يوم السبت 27 يوليو. ومن القرارات دي أحبائي في الله هو استمرار الأجازة الاستثنائية للموظفين. طيب تعالوا كنا نتعرف أحبائي في الله على القرارات اللي هي اتخذتها الحكومة بالتفصيل، ولكن بعد ما نعمل اشتراك في القناة لو بتشاهدنا لأول مرة علشان يوصلك كل جديد في المصالح الحكومية، ودعمنا بلايك وعمل شير للفيديو علشان تعم الفائدة، وما تنساش أخي الفاضل أنك تفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد في القناة بتاعتنا. طيب تعالوا كده نشوف أول قرارات الحكومة بتقول إيه. فتح المطاعم والمقاهي والنوادي ودور السينما والمسرح وصالات الجيم بشرط تواجد 25% من طاقتها الاستيعابية فقط، مع استمرار منع الشيشة في المقاهي. طيب الحاجات دي كلها تكفل الساعة كام أو آخرها الساعة كام؟ آخرها الساعة 10 مساء. طيب 2، عودة الدوري أول يوليو إن شاء الله. طيب استمرار غلق الشواطئ والحدائق العامة. طيب عمل كافة وسائل النقل الجماعي من الساعة 4 فجرا حتى الساعة 12 مساء. طيب ومن القرارات كمان اللي هي القرارات المفرحة والسعيدة هو فتح دور العبادة للصلاة مع استمرار وقف صلاة الأحد لإخواننا المسيحيين وصلاة الجمعة، مع استمرار غلق أماكن إقامة المناسبات في المساجد والكنائس. طيب 6، غلق المحال التجارية الساعة 9 مساء. طيب ومن القرارات كمان عقاب على المنشآت والمواطنين الغير ملتزمين بالتعليمات، طبعا ده شيء أكيد. طيب 8، استمرار تخفيض عدد الموظفين، وده اللي يهمنا أحبائي في الله كموظفين، استمرار تخفيض عدد العاملين بالدولة، تقسيم العاملين أجازة استثنائية. طيب يبقى كده الأجازة الاستثنائية أحبائي في الله ممتدة ضمن هذه القرارات. طيب استمرار غلق دور الحضانة. 10، وأخيرا استمرار ارتداء المواطنين والموظفين الكمامة في وسائل النقل الجماعي والمصالح الحكومية. طيب بكده أحبائي في الله احنا عرفنا القرارات اللي هي اتخذتها الحكومة للتعايش مع فيروس كورونا، وسيتم تطبيقها إن شاء الله من يوم السبت 27 يوليو. شكرا أحبائي في الله لحسن استماعكم، ما ننساش نعمل اشتراك في القناة لو بتشاهدنا لأول مرة علشان يوصلك كل جديد في المصالح الحكومية، ودعمنا بلايك وعمل شير للفيديو علشان تعم الفائدة. شكرا مرة أخرى أحبائي في الله لحسن استماعكم، كان معكم مصطفى بشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في رعاية الله.